هلو الحباب، ترى تكونوا بخير. بون الناس اللي راهم يسقسوا، انا لحقت اليوم الصباح جايت قولوا 5 6 تاع الصباح تاعهم هنايا. كانت رحلة طويلة طويلة طويلة، مي بون الحمد لله لحقنا بخير. باش نفكركم برك غدوة الحفلة ان شاء الله يوم 11 اكتوبر اللي هو غدوة في فندق شيراتون في مسقط في سلطنة عمان. نستناكم، بيزو.